أقام المجلس القومي للمرأة احتفالية تكريم للمناضلة الجزائرية جميلة بوحريدة، وأكدت رئيسة المجلس مايا مرسي أنها ستظل دائما رمزا للبطولة والصمود والنضال. نحتضن اليوم المناضلة جميلة بوحريدة في بلدها الثاني مصر. جميلة بوحريدة اسم حين نسمعه نستحضر دائما أسمى معاني النضال والتضحية والشجاعة. هذه المناضلة العظيمة التي علمتنا جميعا مصريين ومصريات وشعوبا عربية معنى الفداء، علمتنا كيف أن التضحية بالروح تهون فداء للوطن، علمتنا الشجاعة، البسالة، البطولة في مواجهة المحتل، علمتنا قيمة المقاومة حتى ينتصر الوطن. ويهدي مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة دورته الحالية إلى اسمها. هذه الفدائية العظيمة أتت اليوم لمصر كي نرحب بها، كي تحتضنها أسوان في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، كي نقول لها سوف تظلي رمزا للبطولة، الصمود والنضال. من جهتها أعربت المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد عن ترحيبها وسعادتها لتكريمها من قبل المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن الشعبين المصري والجزائري تحكمهما علاقات قوية ومتضامنة. لمصر منا يعني في الحقيقة من يكونوا صغار وأهلنا يتكلموا لنا على مصر، وربي كتب لنا نعملوا ثورة ونعرفوا باش هو تضامن ديال مصر وشعبها العظيم. عمرنا ما ننسى هذا التضامن وهذا الموقف اللي كان فيه الشعب وعلى رئيس الشعب يعني رئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه.